الرئيس السيسي يؤكد لرئيس جنوب إفريقيا تطلعه لأن يشهد ملف سد النهضة التقدم المنشود خلال الفترة المقبلة. بايدن يوقع 3 أوامر تنفيذية لإصلاح نظام الهجرة في الولايات المتحدة. خبراء منظمة الصحة العالمية يزورون معهد ووهان لعلوم الفيروسات للتفتيش حول منشأ فيروس كورونا. تمام 7 صباحا في القاهرة، 5 بتوقيت جرينتش. هذه نشرة إخبارية جديدة من إكسترا نيوز، أسعد الله صباحكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطلعه لأن يشهد ملف سد النهضة التقدم المنشود خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الرئاسة الجديدة المرتقبة للكونغو الديمقراطية للاتحاد الإفريقي. وخلال اتصال تلقاه من نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، أعرب الرئيس السيسي عن التقدير لرامافوزا على جهوده في هذا السياق خلال الفترة الماضية، كما تناول الاتصال استعراض الاستعدادات الجارية للقمة الإفريقية المقبلة المقرر أن تعقد عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، حيث عبر الرئيس السيسي عن التهنئة لرامافوزا على الرئاسة الناجحة للاتحاد الإفريقي خلال عام 2020، فيما أعرب رئيس جنوب إفريقيا عن تقديره وعرفانه للدعم المصري لبلاده في مختلف جوانب العمل القاري خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره البالغ للعلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والكونغو الديمقراطية. وأكد الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي أن المباحثات الثنائية مع الرئيس تشيسيكيدي كانت مثمرة وبناءة. إنه لمن دواعي سروري البالغ أن أرحب بأخي فخامة الرئيس تشيسيكيدي والوفد المرافق لسيادته في بلده الثاني مصر، وذلك في أول زيارة له إلى القاهرة، متمنياً له وللوفد المرافق إقامة طيبة ومثمرة. وأغتنم هذه المناسبة لأعرب عن تقديرنا البالغ للعلاقات التاريخية التي تجمع مصر وشعبها مع الكونغو الديمقراطية من خلال روابط أزلية وتاريخية مشتركة ترجع إلى فترات التحرر الوطني في بلدان قارتنا الإفريقية خلال القرن الماضي، والتي تجسدت كذلك في خصوصية العلاقات التي جمعت مصر بزعماء وقادة جمهورية الكونغو الديمقراطية على مدار عقود. لقد أجريت مع أخي الرئيس تشيسيكيدي مباحثات ثنائية مثمرة وبناءة، تبادلنا خلالها الرؤى ووجهات النظر تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى نحو عكس إرادتنا السياسية من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لقدراتنا لخدمة مصالح البلدين. كما أكدنا عزمنا على الانطلاق بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب للتعاون الثنائي من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المصرية في الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى الاتفاق على أهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب فرصة. وشدد الرئيس السيسي على رؤية مصر المستندة إلى كون نهر النيل مصدرا للتعاون والتنمية وشريان حياة جامعا لشعوب دول حوض النيل، مشيرا إلى أن مباحثاته مع رئيس الكونغو الديمقراطية استعرضت آخر المستجدات المتعلقة بقضية سد النهضة. تناولت مباحثاتنا تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال الموارد المائية والري، وجهودنا المشتركة لتعظيم الاستفادة من موارد نهر النيل. وأكدنا على رؤية مصر المستندة إلى كون نهر النيل مصدراً للتعاون والتنمية وشريان حياة جامعاً لشعوب دول حوض النيل، كما استعرضنا آخر المستجدات الخاصة بقضية سد النهضة ومسار المفاوضات الجارية بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد.
كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعم المصري الكامل لرئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي خلال فترة رئاسة بلاده للاتحاد الإفريقي، معربا عن ثقته في قيادته الحكيمة للعمل الإفريقي المشترك ونجاحه في قيادة القارة الإفريقية خلال هذه المرحلة التي تشهد عددا من التحديات. تزامنت زيارة أخي الرئيس تشيسيكيدي مع قرب تسلم سيادته رئاسة الاتحاد الإفريقي، وأود التأكيد على دعمنا الكامل لسيادته خلال فترة رئاسته للاتحاد، وثقتنا في قيادته الحكيمة للعمل الإفريقي المشترك، ونجاحه في قيادة القارة خلال تلك المرحلة التي تشهد عدد من التحديات وعلى رأسها تعزيز جهود احتواء تفشي فيروس كورونا والقضاء على خطر التطرف والإرهاب، بالإضافة إلى تفعيل التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول القارة. فخامة الرئيس تشيسيكيدي، أسعدني لقاؤكم اليوم، وأنني أتطلع لمزيد من التعاون فيما بين بلدينا بشكل وثيق لما فيه المصلحة المشتركة لنا ولقارتنا الإفريقية، وأتمنى للكونغو الديمقراطية كل الخير والاستقرار والرفاهية. رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي كان قد أعلن أنه سيعمل خلال رئاسته للاتحاد الإفريقي على التوصل لحل لقضية سد النهضة، كما أعلن أنه أحاط الرئيس السيسي خلال المباحثات الثنائية بقصر الاتحادية باستقباله مؤخرا في كينشاسا الرئيسة الإثيوبية ووزيري الخارجية والري السودانيين كلا على حدة، حيث تبادل معهم موضوع المياه وسد النهضة. التزمنا بالاستمرار في تبادل الحوار والخبرات فيما يتعلق بموقف المياه، مياه النيل، وأنتم تعرفون ذلك جيدا. ومن ناحية جمهورية إثيوبيا الفيدرالية، ومن جهة أخرى جمهورية مصر العربية والسودان، إنني قد أحط السيد الرئيس السيسي علما بزيارتي مؤخرا التي تمت وفي كينشاسا مؤخرا، حيث استقبلت مؤخرا رئيسة إثيوبيا ووزير الخارجية السودانية الذي كان يرافقه وزير المياه، وقد استطعنا التباحث حول المسألة. بطبيعة الحال لقد شرحت موقفي للسيد الرئيس، وهو الالتزام التام اعتبر من هذا الأسبوع، لأن بطبيعة الحال يوم السبت سأتولى رسميا رئاسة الاتحاد الإفريقي، وعدت إذن بالتزامي الشخصي التام حتى تستطيع هذه الدول الأشقاء لا تشهد تصاعدا، وحتى نستطيع أن نحرز النجاح من خلال الحوار، من خلال مبادرة إفريقية من أجل حل إيجاد حل إفريقي. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تقدير مصر للتعاون التاريخي مع منظمة اليونسكو
والإسهامات القيمة للمنظمة في حماية الآثار والتراث بمصر والعالم. وخلال لقائه مع ميتشيل دروسلر مديرة مركز التراث العالمي التابع لمنظمة اليونسكو، أشار رئيس الوزراء إلى ما تليه الدولة من اهتمام بالغ بالحفاظ على تراثها الثقافي والأثري باعتباره جزءا أصيلا من التراث العالمي. وقد أشادت روسلر بما تشهده مصر من مشروعات متنوعة في مجال الحفاظ على الآثار، مؤكدة دعم اليونسكو للجهود المصرية الرامية للحفاظ على التراث العالمي. التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بمسؤولي الشركات الخاصة المصنعة لمستلزمات الكهرباء بمشروع تطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك بحضور وزير الكهرباء وعدد من المسؤولين. أكد مدبولي أنه هناك تكليفا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاعتماد على الصناعة الوطنية في مشروعات حياة كريمة وتقليص الاستيراد، كما شدد على أن مشروع تطوير القرى يحظى باهتمام كبير من جانب الرئيس السيسي باعتباره يسهم في تغيير واقع ملايين المصريين من قاطني تلك التجمعات الريفية، وسيشعر معه المواطنون بثمار التنمية كما تمتد لتشمل مختلف القطاعات. اختتمت فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك الذي نفذ على مدار عدة أيام بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية بإحدى القواعد الجوية في مصر. اشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية والعديد من الطلعات الجوية المشتركة، وذلك بمشاركة مجموعة من أحدث الطرازات للمقاتلات متعددة المهام، عكست ما وصلت إليه القوات من مستوى راق، فضلا عن تبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية في التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة. اختتمت فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك الذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية بإحدى القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية. واشتمل التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية، والعديد من الطلعات الجوية التدريبية المشتركة، وذلك بمشاركة مجموعة من أحدث الطرازات للمقاتلات متعددة المهام، عكست مدى ما وصلت إليه القوات من مستوى راق، فضلاً على تبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية في التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة. We'll be right back.
تأتي هذه التدريبات في إطار تنمية العلاقات العسكرية والتعاون المشترك للقوات الجوية مع نظيرتها من الدول الشقيقة والصديقة. حضر التدريب الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية المصرية، واللواء طيار لوران ليربيت نائب رئيس العمليات الجوية الفرنسية، وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والفرنسية. في تونس، وفي أول تصريحات للرئيس عقب المحاولة الفاشلة لتسميمه، أكد الرئيس قيس سعيد أنه لن يترك الدولة والشعب التونسي لقمة سائغة للمتربصين وفق تعبيره. وشدد خلال زيارته إلى مقر وزارة الداخلية على أن رئيس الدولة هو الضامن لاستمراريتها. بعد المحاولة الفاشلة لتسميمه أواخر الشهر الماضي، ظهر الرئيس التونسي قيس سعيد للمرة الأولى خارج قصر قرطاج متجولا في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة وسط إجراءات أمنية مشددة. جولة سعيد غير المعلنة تضمنت لقاء عدد من التونسيين الذين طلبوا بحل البرلمان الذي تسيطر عليه حركة النهضة الأخوانية وسرعة التحرك لإنقاذ بلادهم من الوضع الراهن. الشعب يريد حل البرلمان، الشعب يريد حل البرلمان، الشعب كما رفع التونسيون شعارات مناهضة للرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي على خلفية تصريحاته الأخيرة التي هاجم فيها رئيسه. وعقب جولته في شارع الحبيب بورقيبة، زار الرئيس التونسي مقر وزارة الداخلية، حيث التقى عددا من القيادات الأمنية بحضور رئيس الحكومة هشام المشيشي لبحث عدد من الملفات. وخلال اللقاء أكد سعيد على دعمه للأجهزة الأمنية، متهما جهات لم يسمها باستغلال الأوضاع الحالية لتحقيق مصالحها. من أهم الركائز التي تقوم عليها الدولة الأمن، ولا أقبل بطبيعة الحال أن يتم ضرب المؤسسة الأمنية. كما شدد الرئيس سعيد على ضرورة تحقيق مطالب الشعب التونسي في إطار التعايش السلمي بين السلطة والحرية. تأتي تلك التطورات في وقت تشهد فيه تونس أزمة سياسية متصاعدة بسبب رفض الرئيس سعيد للتعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي، كما أكد عدم اعترافه بمصادقة البرلمان على الوزراء الجدد على اعتبار أنه مخالف للدستور، وهو ما تسبب بجدل سياسي وقانوني واسع في الشارع التونسي. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يعتزم القيام بزيارة سريعة لدولة الإمارات وربما البحرين أيضا الأسبوع المقبل. وخلال مؤتمر صحفي قال نتنياهو إن زيارته لدولة الإمارات تأجلت مرتين بسبب الوضع الصحي وجهود مواجهة فيروس كورونا. أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مقتل عدد من إرهابيي تنظيم داعش بينهم قياديان. وأوضح الكاظمي في تغريدة على موقع تويتر أن القوى الأمنية تمكنت من القضاء على أبو حسن الغريباوي قائد ما يسمى بجنوب العراق في التنظيم، وغانم صباح المسؤول عن نقل الانتحاريين إلى داخل العراق. وقع الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن ثلاثة أوامر تنفيذية تستهدف إصلاح نظام الهجرة في الولايات المتحدة، ويقضي أحد الأوامر بتشكيل فريق عمل لجمع شمل الأطفال الذين انفصلوا عن عائلاتهم في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. وقال بايدن عقب التوقيع على الأوامر التنفيذية في البيت الأبيض إنه لا يضع قوانين جديدة، ولكنه يصلح ما وصفها بالسياسات السيئة للإدارة السابقة. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن حاملة الطائرات USS نيمتز غادرت الخليج في مؤشر على رغبة إدارة بايدن تهدئة التوترات مع إيران. قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن إدارة بايدن تعتبر بقاء الحاملة في الخليج لم يعد ضروريا لتلبية الاحتياجات الأمنية الأمريكية. ولم يوضح الأدميرال جون كيربي ما إذا كانت الحاملة عائدة إلى الولايات المتحدة بعدما قضت في البحر 9 أشهر متواصلة. اعتقلت السلطات الروسية أكثر من 1000 شخص خلال مظاهرات جرت في أنحاء عدة من روسيا
لا سيما في العاصمة موسكو، ذلك احتجاجا على إصدار محكمة حكما بسجن المعارض أليكسي نافالني لمدة تقارب 3 سنوات لإدانته بانتهاك الإفراج المشروط عنه. وألقي القبض على نافالني على الحدود الروسية الشهر الماضي بعد عودته من ألمانيا التي كان يعالج فيها ويقضي فترة النقاهة بعد تعرضه لمحاولة تسميم. أعلنت الرئاسة الإيطالية أن الرئيس سيرجيو ماتاريلا سيلتقي اليوم الرئيس السابق للمصرف المركزي الأوروبي ماريو دراجي في اجتماع يرجح أن يكلفه خلالها بتشكيل الحكومة الجديدة. وجاء استدعاء الرئيس سيرجيو ماتاريلا لدراجي بعد فشل المشاورات التي أجراها رئيس الوزراء المستقيل جوزيبي كونتي في محاولة لتجديد تحالفه الحكومي. فشل مجلس الأمن الدولي خلال جلسة مغلقة في إصدار بيان حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها ميانمار بسبب تباين الآراء. كانت الأمم المتحدة قد أعربت عن قلقها في وقت سابق من أن التطورات الجارية في ميانمار قد تفاقم أزمة نحو 600,000 من الروهينجا لا يزالون في البلاد يعيشون أوضاعا مأساوية. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 521 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و47 وفاة. أشار المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إلى خروج 407 من المتعافين من الإصابة بالفيروس، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة في المستشفيات وإعلان شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 130,514 حالة. قالت وكالة رويترز للأنباء إن ما يزيد على 103 ملايين شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد حول العالم، فيما بلغت حصيلة الوفيات أكثر من 2,239,000. أوضحت الوكالة أن الولايات المتحدة لا تزال تتصدر القائمة، تأتي من خلفها الهند ثم البرازيل في المرتبة الثالثة، بينما حلت روسيا في المرتبة الرابعة لمعدل الوفيات والإصابات. زار فريق من خبراء منظمة الصحة العالمية معهد ووهان لعلوم الفيروسات للتحقيق في منشأ فيروس كورونا. ويحتوي المعهد على مختبرات عديدة محاطة بإجراءات أمنية مشددة، ويجري فيها الباحثون اختبارات على فيروسات من سلالة كورونا. في الأثناء أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 25 إصابة بفيروس كورونا، وهو أقل عدد من الإصابات اليومية يسجل منذ أكثر من شهر، في أحدث مؤشر على كبح موجة العدوى الحالية هناك. التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع منتجي اللقاحات الدوليين وشركات الأدوية الكبرى عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة. أوضحت الرئاسة الفرنسية أن الاجتماع ناقش قدرات إنتاج اللقاحات في فرنسا وأوروبا، فضلا عن إيجاد طرق لتعزيز إنتاجها على وجه السرعة وبشكل أكبر على المدى القصير. أعلنت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل أن كل الألمان سيحصلون على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بحلول شهر أكتوبر المقبل. وفي تصريحات تلفزيونية بعد اجتماعها مع حكام الولايات وممثلي صناعة الأدوية، حذرت ميركل من خطورة الطفرات الجديدة للفيروس في تقليل فعالية اللقاحات. الآن وقفة مع أخبار الرياضة. يواصل فريق النادي الأهلي استعداداته لمواجهة الدحيل القطري في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية المقرر لها غدا الخميس. حرص الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني على دراسة الفريق وعقد العديد من الجلسات التحضيرية الخاصة بالمباراة من أجل تحقيق الفوز
واستكمال مشوار البطولة بنجاح. حقق فريق غزل المحلة فوزاً على ضيفه الزمالك بهدفين مقابل هدف ضمن لقاءات الأسبوع الحادي عشر لمباريات الدوري الممتاز. بهذه النتيجة ارتفع رصيد المحلة إلى النقطة الحادية عشرة، بينما توقف رصيد الزمالك عند 23 نقطة من 10 مباريات يحتل بها الصدارة المؤقتة للدوري. حقق الإنتاج الحربي فوزاً مهماً على مضيفه الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر للدوري الممتاز. بهذه النتيجة ارتفع رصيد الإنتاج إلى النقطة الثامنة، بينما توقف رصيد الجونة عند النقطة الثامنة عشرة. وتعادل أسوان مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز. بهذا التعادل ارتفع رصيد أسوان إلى 10 نقاط، فيما ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى النقطة الخامسة عشرة. وتقام اليوم أربع مباريات في منافسات الدوري الممتاز، يلتقي فيها مصر للمقصة مع ضيفه الاتحاد السكندري في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة، بينما وفي منافسات الجولة الحادية عشرة يحل المقاولون العرب ضيفا على طلائع الجيش، فيما يلتقي إمبي ضيفه بيراميدز، وفي لقاء مؤجل من الجولة العاشرة يلتقي الإسماعيلي ضيفه سموحة. فاز فريق جلاتا سراي التركي الذي ينشط ضمن صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد بثلاثية نظيفة على اسطنبول باشاكشهير ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري التركي. وحضر مصطفى محمد على مقاعد البدلاء في أول ظهور رسمي بتشكيلة الفريق قبل أن يشارك في بداية الشوط الثاني ويسجل هدف فريقه الثالث في الدقيقة 90 من ركلة جزاء. يستقبل ليفربول ضيفه برايتون اليوم في الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. يسعى ليفربول لتحقيق نقاط المباراة الثلاث لمواصلة الزحف نحو المقدمة، وذلك بعدما تمكن من تحقيق الفوز على ويستهام يونايتد بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الماضية. وقد حقق مانشستر يونايتد فوزاً ساحقاً على ضيفه ساوثامبتون بتسعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب أولد ترافورد في الأسبوع الثاني والعشرين بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. بهذا الفوز الكبير رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى النقطة الرابعة والأربعين في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ساوثامبتون عند النقطة التاسعة والعشرين في المركز الثاني عشر. في إيطاليا فاز يوفنتوس على مضيفه إنتر ميلان بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب سان سيرو في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا. أحرز هدفي اليوفي كريستيانو رونالدو في الدقيقتين 26 من ركلة جزاء والخامسة والثلاثين، فيما أحرز هدف إنتر ميلان لوتارو مارتينيز في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة. من المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا في مباراة العودة الثلاثاء المقبل. الآن إلى وقفة مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار اعتبارا من يوم الأربعاء وحتى الجمعة. وتوقعت الهيئة سقوط الأمطار في بعض المحافظات، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. ختام النشرة هذا تذكير بعناوينها. الرئيس السيسي يؤكد لرئيس جنوب إفريقيا تطلعه لأن يشهد ملف سد النهضة التقدم المنشود خلال الفترة المقبلة.
بايدن يوقع 3 أوامر تنفيذية لإصلاح نظام الهجرة في الولايات المتحدة. فريق خبراء منظمة الصحة العالمية يزور معهد ووهان لعلوم الفيروسات للتحقيق في منشأ فيروس كورونا. ختاماً وكالمعتاد نلفت عناية حضراتكم بأن تردد قناة إكسترا نيوز الجديد هو 11785 رأسي، على أن يكون معدل الترميز 27500 إلى الملتقى بإذن الله.